فقال لهم روحوا هاتوا رأسه على طبق. وانتهى أمر هيرودس الملك، ضاع. دي كانت غلطة العمر. سبقتها غلطة أخرى أن يتجوز مرات أخوه، لكن غلطة العمر بالنسبة له أنه قتل يوحنا المعمدان. يا منا في غلطة غلطة تضيع حياتهم كلها. غلطة اللص الشمال انه لم يقتدي باللص اليمين اللي دافع عن المسيح وقال اذكرني يا رب، وكانت غلطة العمر بالنسبة له، لان كان ممكن ان ينجو كما نجا اللص اليمين، لكنه لم ينجو، ضيع روحه. ياما ناس بيضيعوا روحهم بغلطة واحدة، بغلطة واحدة، وربما يظنوا انها مش كبيرة قوي. يعني حنانيا وسفيرة، الكتاب ما قالش عنهم انهم كانوا ناس وحشين، بالعكس قال انهم باعوا املاكهم واحبوا يدوا الثمن للرسل، لكن اخر